نمر إلى السؤال الرابع. يقول: أتمم الجدول الآتي بما يناسب، ويتكون من نقطة ونصف، عليه نقطة ونصف. في هذا السؤال يجب إتمام الجدول بما يناسب الظاهرة اللغوية، وهي هنا كما ترون في الجدول ظاهرة الإضافة، وتحديد المضاف والمضاف إليه، ثم نوع الإضافة وفائدة الإضافة في الجملة التي أمامنا. وهنا يجب علينا قراءة، قبل الإجابة يجب علينا أن نقرأ الجملة بتأني وتحديد الوظيفة النحوية لكل كلمة حسب موقعها الإعراب. إذا الجملة التي أمامنا: أخذ البحث في ألوان الثقافة المغربية المكتوبة والمسموعة حيزا من أبحاث ودراسات. إذا أخذ كما ترون فعل ماض مبني على الفتح، البحث فاعل، في حرف جر، أخذ البحث في ألوان، إذا تلاحظون اسم المجرور، ألوان ماذا؟ في ألوان الثقافة. إذا هنا الثقافة مضاف إلى ألوان. إذا وهنا تظهر لنا ظاهرة الإضافة في هذه الكلمة، في ألوان الثقافة المغربية، طبعا نعت المكتوبة نعت ثاني، وحرف عطف، المسموعة اسم معطوف على النعت، على المغربية، ألوان الثقافة المكتوبة معطوفة على المكتوبة، حيزا طبعا مفعول به، من أبحاث وجار ومجرور، ودراسات لواو حرفات، ودراسات معطوفة على أبحاث. إذا تلاحظون أن الظاهرة التي نبحث عنها والظاهرة المطلوبة هي ظاهرة الإضافة. إذا أين وردت؟ وردت في ألوان الثقافة. إذا أين هو المضاف؟ والمضاف إليه؟ وما نوع الإضافة؟ وما فائدة الإضافة؟ إذا تعرفون أن يجب أن نتذكر أن الإضافة نوعان: الإضافة المعنوية والإضافة اللفظية. ولكل نوع من أنواع الإضافة فائدة من الفوائد. فنعلم أن الإضافة المعنوية سميت معنوية. لماذا سموها معنوية؟ لأنها تحدث تغييرا في المعنى، أي تأتي بمعنى آخر إلى الكلمة، أي إلى المضاف، حيث تفيد الإضافة المعنوية المضافة تفيده معنى جديدا، إما التعريف أو التخصيص، أي يكون التعريف عندما يكون نكرة، وبالإضافة يصبح معرفة، أو تفيد تخصيصه فيكون المضاف عاما ويصبح خاصا. إذا بالعودة إلى هذه الجملة سنجد أن ألوان هو المضاف، وما هو المضاف إليه؟ طبعا الثقافة، ألوان الثقافة. إذا نوع هذه الإضافة، لاحظوا كلمة ألوان، ألوان جاءت اسم مجرور وهو اسم النكرة، طبعا أضيف إلى ماذا؟ أضيف إلى الثقافة وهو اسم معرف بأل. إذا ماذا سيستفيد؟ كيف سيصبح؟ ألوان ماذا؟ ألوان الثقافة. إذا فكلمة ألوان يكون لها معنى مختلف دون الإضافة، لكن عندما أضفنا إليه كلمة الثقافة أو أضفنا إلى الثقافة فأصبحت ألوان الثقافة، أصبح معنى جديدا، وكأنه قال أنواع الثقافة. إذا ففائدة الإضافة هنا التعريف، ومنه يمكن أن نقول أن المضاف ألوان، المضاف إليه هو الثقافة، نوع الإضافة معنوية، وفائدتها أنها أفادت التعريف. أما الإضافة اللفظية فكما تعرفون فهي تفيد التخفيف بحذف التنوين أو بحذف النون، ولا وجود لها في هذه الجملة. والآن أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، إلى المطلب الأخير من مطالب الدرس اللغوي ويتعلق بالإعراب. السؤال الخامس يقول:
أعرب ما تحته خط في النص حسب الموقع الإعرابي. طبعا إذا تلاحظون الشرط الضروري هو حسب الإعراب حسب الموقع الإعرابي، لا يمكن أن تعرب أي كلمة كيفما كانت خارج سياقها في الجملة، خارج سياقها في الجملة. إذا يجب أن نعود إلى الكلمة التي طلبت منا ونرى الجملة التي وردت فيها وفي وسياقها وموقعها الإعرابي، وأنا حتى نستطيع أن نعرب الإعراب الصحيح. إذا الكلمة الأولى التي سطرت تحتها بخط هي في الجملة التالية: وما أحدث من روابط اجتماعية. إذا طلب منا أن نعرب كلمة روابط فقط. إذا وما أحدث من، أحدث فعل من حرف جر من روابط. إذا ترون أن الكلمة هنا طبعا هي تندرج ضمن ظاهرة من الظواهر، وهي ظاهرة الظواهر اللغوية التي المدروسة أو قاعدة من القواعد، وهي قاعدة الممنوع من الصرف. طبعا ما طبيعة هذه الكلمة وما نوعها؟ فهو اسم جاء على صيغة منتهى الجموع على وزن فواعل. إذا من روابط، لماذا روابط؟ لأن الممنوع من الصرف كما نعلم طبعا يجر بالفتحة النائبة عن الكسرة، اجتماعية نعت لهذه الروابط. وعليه يمكننا أن نقول في الإعراب: روابط اسم مجرور وعلامة جره الفتحة النائبة، وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. الكلمة الثانية المطلوب إعرابها هي كلمة أعظم، وقد وردت في السياق التالي وفي الجملة التالية: فما أعظم الفتحة الإسلامية. فما أعظم الفتحة الإسلامية. إذا ما كما تعرفون لصياغة التعجب، وأعظم فعل ماض جامد لإنشاء التعجب، مبنية على الفتح، مبني عفوا فعل ماض جامد لإنشاء التعجب مبني على الفتح الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على ما التعجبية، والجملة الفعلية في محل رفع خبر. فما أعظم الفتح الإسلامي. وهكذا أستطيع أن أعرب الكلمتين حسب سياقهما وحسب موقعهما الإعرابي في النص. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، وصلنا إلى المكون الثالث، ويتعلق الأمر بمكون التعبير والإنشاء، ونعرف قيمته في هذا الاختبار، حيث يأخذ من نقاط من سلم التنقيط ست نقاط. إذا في مكون الإنشاء يجب الانتباه إلى المطلوب والالتزام به، يجب أن ننتبه إلى المطلوب منا، ويجب علينا أن نلتزم بهذا المطلوب مع مراعاة خصائص الكتابة في كل مهارة من المهارات. وهنا طلب منا أن نحكي عن مرحلة حاسمة من حياتك. يقول السؤال: احكي عن مرحلة حاسمة من حياتك استخلصت منها عبرة موظفا ما اكتسبته في مهارة إنتاج سيرة ذاتية. إذا فلدينا مجموعة من المعطيات، أولها أنني سأحكي عن مرحلة حاسمة من حياتي، إذا أنت كتلميذ ستحكي عن حياتك، وهذه المرحلة التي ستحكي عنها شكلت لك درسا أخذت منه عبرة في حياتك، ولا بد أن توظف مهارات وخصائص وتقنيات إنتاج السيرة الذاتية، يعني أن الحديث عن الذات أو عن الحياة الشخصية يندرج ضمن السيرة الذاتية. وهكذا لا بد من التذكير بأهم خصائص كتابة السيرة الذاتية، وهي كالآتي: إذا ما دام المطلوب منا توظيف تقنيات
وإجراءات مهارة إنتاج سيرة ذاتية. فأرى أن نذكر بهذه التقنيات وبهذه المهارات. إذن في الإنتاج ولكتابة سيرة ذاتية ترون في السؤال كلمة أو في المطلوب احكي، إذا لابد أن توظف أسلوب السرد والحكي. أيضا الاعتماد على السرد بضمير المتكلم، لأن الكاتب، لأنك ككاتب أنت تتحدث عن ذاتك، وبالتالي فلا بد أن تستعمل ضمير المتكلم. أن يكون الحدث، لأن السيرة الذاتية تتميز بطبيعة حدثها الواقعي، يعني أن يكون الحدث الذي ستحكي عنه واقعيا ليس متخيلا، أو على الأقل يجب أن يكون هذا الحدث قابلا للوقوع في حياتك. أيضا يجب أن يكون الحدث الذي ستحكيه وستسرده ذو مغزى وذو فائدة ويحمل عبرة. فنحن لا نحكي أي شيء ولا نحكي عن أي حدث كيفما كان، فالحياة اليومية مليئة بالأحداث، ولكن أنا سأحكي وسأكتب نصا عن حدث ذو قيمة، الحدث ذي قيمة وذي مغزى وذي عبرة وفائدة. أن يكون الحدث أثناء السرد متسلسلا، تسلسلا منطقيا يمكن تقبله عقلا، يعني أنني عندما أريد أن أسرد حدثا يجب أن يكون الحدث متسلسل من البداية إلى النهاية، وأن تكون الأحداث يعني منطقية في تسلسل، منطقية في تسلسلها، لا يجب أن يكون الحدث غريبا أو تسلسله غير منطقي وغير مقبول عقلا. أيضا يمكنك أن تستعين في الكتابة بمجموعة من التقنيات في السرد، كاستعمال الوصف واستعمال الحوار وغيرها من الأساليب البلاغية أيضا التي تساعدك على تبليغ الأحداث وعلى تبليغ الأشياء، الأفكار التي تريد تبليغها، كالتشبيه والترادف وغيرها. ولا بد كما تعلمون في الموضوع الإنشائي وفي كتابة السيرة الذاتية أو أي موضوع من مواضيع الإنشاء، لا بد من الانتباه إلى اللغة. يجب أن أستعمل لغة سليمة، يجب أن أعتمد جمل سليمة وليس يعني خالية من الأخطاء بمختلف أنواعها، خالية من الأخطاء التعبيرية ومن الأخطاء الإملائية ومن الأخطاء اللغوية، يعني أن تكون لغة سليمة. أيضا يجب أن تكون الأحداث مترابطة ومتماسكة، ولا بد أيها الأعزاء من احترام علامات التقييم. فغالبا ما نجد التلاميذ في الامتحانات يهملون علامات التقييم إهمالا شديدا، وبالتالي فكل عمل، فكل إنشاء تغيب فيه علامات التقييم فهو مثل طريق تغيب فيها علامات المرور، وبالتالي فالأحداث تكون يعني معرضة ل يعني اللبس وللغموض وللغموض. ومن أجل الاستئناس بنموذج من السيرة الذاتية، أقترح عليكم أعزائي التلاميذ والتلميذات مقتطفا من سيرة ذاتية للكاتب المغربي عبد القادر الشاوي تحت عنوان تحول، يحكي فيه أو في هذا المقتطف عن مرحلة حاسمة في حياته الدراسية، انطلاقا من حدث مدرسي، وقع له حدث مدرسي مع أحد أساتذته، لكن هذا الحدث سيكون سببا في تغيير مجرى حياته. لذلك عنوانه بتحول، أو عنوان النص أو المقتطف بتحول. يقول فيه عبد القادر الشاوي، تابعوا معي: كانت السنة الأخيرة من دراستي في ثانوية القاضي عياض طويلة ومتعبة. إذن تلاحظون هنا بماذا بدأ الكاتب في كتابة السيرة الذاتية، لابد أنكم تلاحظون أنه بدأ بصيغة السرد، كانت التي تحيل على السرد وعلى استحضار الأحداث الماضية. كانت السنة الأخيرة، إذا الإشارة إلى الزمان، من دراستي، إذا الحدث، في ثانوية القاضي عياض، أشار إلى المكان، طويلة ومتعبة. فقد توضح لي أنني اجتزت الاختبار بحذق، يعني بذكاء، وأن هناك أفقا واحدا مطلوبا وشاخصا سوف أتجه إليه لكي أملأ نفسي بما كان غيري قد ملأ نفسه به.
الحرية والسفر البعيد، هذه أحلامه التي كان يحلم بها في مرحلته الدراسية. هناك حد واحد سوف أقطعه لكي أصل إلى بغيتي. وكنا جماعة من الداخليين قد هيأنا أنفسنا لملاقاة هذه السنة بالاجتهاد والمثابرة، فقد كان الحصول على شهادة الباكالوريا منجاة لنا من أقدار عمياء تتعقب من يسعى إليها سعي المتهاون إما بتراخيه أو بلهوه. وكان الأستاذ العمري مثالا للشدة والحزم، وكانت دروسه من المحن التي تنفطر لها القلوب الصامدة. يدخل إلى القسم فنحسب أن قلوبنا قد خرجت إليه من خوف. ومن باب الاتفاق أنني اخترت الجلوس في القسم إلى جانب صديق كان يسعفني في كثير من الأوقات بما لم أجتهد فيه أو بما كان لي فيه إشكال. وهكذا صرنا نستعد للدروس بحذر وانتباه حتى جاء يوم الاختبار. ولم يكن قد مضى على بداية الدروس سوى شهرين أو يزيد قليلا. إذن تلاحظون هنا يصف لنا الظروف التي أحاطت بهذا الحدث قبل الحدث الواحد، الحدث الذي سيغير مجرى حياته. يقول: يوم دخل الأستاذ واتجه مباشرة إلى السبورة وكتب التاريخ والمادة ونحن نحسب أنه سيشرع بعد حين بالشرح والتفسير، وظننا أنه أخطأ القصد عندما خط بحروف عريضة: أجب عن السؤال التالي مدعما رأيك بالحجج المقنعة. ولكنه كان يكتب بالضبط ما سوف يفاجئ الكثيرين ويميز حذق البعض في الاجتهاد والتدبر، وهو ما كشف عنه السؤال، مطالبا إيانا أن نجيب بوضوح وتحديد عن الفرق بين الفلسفة والعلم. ولا أذكر مما جرى إلا أنني كتبت بضع صفحات في تحديد الفرق، ولكن الزمن بين يوم الاختبار واليوم الذي ستقدم فيه النتائج زاد على كل توقع حتى ارتعبنا وظننا أنه نسي الاختبار، غير أنه كان يتحين فرصة سانحة ليخبرنا بالنتائج وهي التي جاءت بعد أسابيع. فما إن دخل يوما القسمة حتى أبدى بعض الانزعاج، وبعد حين رأينا ممثل القسم يحمل إليه دفتر الغياب، فألقى عليه نظرة خاطفة حتى إذا وقف في اللائحة عند اسم رفع رأسه وحدجنا بنظرة عابسة ونحن في هذه الأثناء بين مترقب ومتوجس. وعلى حين غرة نطق باسمي وكان يعنيني أنا بالذات، وإنها لمفاجأة صاعقة خارت لها قواي. وأذكر أني توردت من خجل حيث فجر في القسم ما سوف يملأ علي شخصيتي بعد ذلك، بل جعل الآخرين يركنون إلى التسليم بمولد فيلسوف بالقوة. أغرقني في خجل بارد لم أعد أسمع معه ما كان يلقيه على مسمعي من ثناء واستحسان. أظهرني بين الآخرين على غير ما كنت أتوقع لنفسي، ولا كان غيري يحسبني قادرا عليه. وبعد أيام صرت أحس في ذاتي ببعض التغير، كأنني لبست شخصية أخرى لا تقنع إلا بالعلياء من المراتب والدرجات. فوقعت من حيث لا أدري فيما سوف يغير مجرى حياتي. هكذا تحولت. إذن تلاحظون أعزائي التلاميذ كيف اختار الكاتب حدثا من الأحداث التي كانت سببا في تغيير مجرى حياته، وكيف أصبح لا يرضى إلا بالمراتب العليا بعد التشجيعات التي تلقاها من أستاذه حين تمكن من الإجابة ومن التفوق في الإجابة على السؤال الذي طرحه في الاختبار المفاجئ عن الفرق بين الفلسفة والعلم. إذن تلاحظون أنه يجب أن نختار الحدث الذي يكون له أثرا ويكون لنا عبرة في حياتنا ليمثل نموذجا لسيرتنا الذاتية. في النهاية يجب أن أذكركم أعزائي التلاميذ عزيزات التلميذات بضرورة التأني أثناء الإجابة
والتركيز والتدبر الجيد في السؤال، لأن كما سبق وأن قلت في البداية، فهم السؤال سبيل لمعرفة الجواب، وتحديد المطلوب، ماذا يطلب مني؟ لا يجب أن أتسرع وأكتب الجواب بما تبادر إلى ذهني كأول جواب. لا بد من التدبر وتحديد المطلوب قبل تدوين الإجابة. يجب أيضا مراجعة أجوبتي وتنظيمها وترقيمها وتدوينها بخط واضح، وأسأل الله تعالى أن يوفق الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.